أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا زي ما احنا متعودين كل أسبوع نحكي توقعات أسبوع والتوقعات هاي اللي احنا بنعملها هي بتغني عن توقعات شهر لأنه بنحكي فيها حركة الكواكب ككل طبعا اللي ما بهمه المقدمة هاي يسمع آخر ثلث من الحلقة لأنه هي اللي بتحكي عن توقعات الأسبوع بالتفصيل الأسبوعي ولكن الجزء الأول إحنا بنحكي فيه عن موضوع اللي هو الحركة الفلكية ككل خلو المسار إحنا ما بنذكره يعني لغيناه من الحلقة صرنا نحطه في صندوق الوصف للشهر كامل يعني بتقدر ترجع أنت للشهر كامل تعرف في أي يوم بدك إياه في الشهر عن خلو المسار بتعرف خلو المسار الخلو المسار إشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبداوا مشاريع او خطبه او زواج او عمل مهم لانه فتره خلو المسار هي فتره سلبيه جدا بتهدد بفشل هاي الامور او عكستها واحداث بعض الاعطال فيها او اشياء سلبيه ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير اما بالنسبه لحركه القمر خلال هذا الاسبوع فعنا اول إشي ابتداء من يوم امس الاربعاء القمر موجود في الجوزاء وراح يستمر فيه لمنتصف ليل ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين راح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بصير في الأسد وبيستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الأربعاء وبعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا أحداث خلال هذا الأسبوع خمس أحداث أساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا أول حدث اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو احنا ذكرناها الأسبوع الماضي نبهنا لإلها والأسبوع هذا بنعود نرجع منعيدها لأنها هي من أخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعلى التفجيرات وعلى الحريق وعلى النار وعلى الانقلابات ثورات أمور إلها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي راح تتشكل معنا من هون لنهاية السنة هاي الزاوية راح ترجع مرة ثانية يعني بعد ما تنتهي تنفك في تراجع للمريخ راح يحدث بالفترة القادمة وأثناء تراجع برضو بدها ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على أنه فترة من هون لنهاية السنة في أحداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب أو أشياء لها علاقة بتهديدات حربية أو أشياء وبنتمنى أنه ما يصيرش ولا أي شيء من اللي احنا بنذكره يوم 15 الشهر عنا تراجع لأورانوس راح يبدا اورانوس بعمليه المراجعه وعمليه التراجع عمليه التراجع هاي بتدوم تقريبا فتره الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الأفراد ضد الأهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاءل الإنجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على أنه الفترة القادمة في أحداث رح تكون لها علاقة بالوضع السياسي والأحداث المفاجئة أما بالنسبة ليوم 16 يوم 16 في عنا زاوية تثليث إيجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الأحداث اللي رح تصير يعني الشمس احنا حكينا انه هي لها علاقة بالقيادات وبالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وانها مع المريخ برضو له علاقة بالجيش وله علاقة بالحرب وله علاقة بالنيران ففي دول راح تصدر قرارات او قرارات يكون فيها اشياء حاسمة وممكن انه تبلور او توضح ايش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل اكبر اما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو عشرين الشهر حكينا انه عطارد راح ينتقل يعني إلى برج العذراء في ساعات الفجر وهي من الأشياء الإيجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجيا لأنه هذا كوكب متحكم فيه أساسا ويوم 22 الشهر اللي هو يوم السبت فطبعا احنا من المفروض نحكي ليوم الجمعة ولكن نذكر يوم السبت اللي هو 22 الشهر اللي هي الشمس بتنتقل وبتصير في العذراء في اول درجاتها وهي الشغلات الايجابية انه من هون ببلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم 22 الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه انه الامور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي عيد ميلادك وبرضه بترافق وجود القمر في بيت حليف لإلك لا معناته اعرف انه همون بلشت سنتك وبلشت الاحداث الايجابية اللي تعطيك الايجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى اخر انه احداث الاسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودي وبين نحوسة في اشياء ايجابية في أشياء لها علاقة بالقرارات وبرضه في أشياء لها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا أنا بالنسبة لي الجميع متعود أني أنا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة مش أني ما بعرف لا أنا بعرف لأنه كل دولة لها برج وبرجها بتحكم فيها مثل ما بتحكم برجها البرج فيك أنتِ عشان انت تعرف برج الدولة اللي انت عايش فيها او اي دولة انت بدك تهتم فيها بتعرف تاريخ تأسيسها او تاريخ عيد استقلالها او العيد الوطني تاعها فمن خلال تاريخ ميلادها او تاريخ تأسيسها هذا هو البرج الخاص في هاي الدولة فإذا حكينا في الأبراج اليومية أنه في سلبية على هذا البرج اعرف أنه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج إذا حكينا الكوكب دخوله بيعمل إيجابية لهي الدولة معناته يعمل إيجابية لهي الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفلك أما أجي أقول لك أنا في علم الفلك أنه فلان الفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بده يصير معاه هيك وأنا بدون ما أحسب له بس إن هيك بتوهم لا هاي تحليلات سياسية بجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بده يهتم بتوقعات سياسية دائما يأخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف ايش نقاط الضعف فاذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث اذا في بيتك الرابع بيت البيت شيء له علاقة بالتمرد والشغلات السلبية احنا بنحكي إذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الأطباء الشغلات اللي زي هيك أو شغلات مثلا بي بي بالعمل أو العلاقات الدولية هيك بتتحلل أو هيك بتنعرف توقعات السياسية للدول عشان ما نطول حكي لأنه في ناس ما بتحبش الرغي كثير وعشان هيك الحلقه ما تصيرش مملة واني انا ببرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعيه ونعرف تاثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الاسبوع لجميع الابراج خلينا نبدا الان مع برج الجوزاء طبعا اول شيء راح نحكي عنه اللي هو البيت الثاني طبعا الزهرة موجودة فيه وهي بتدعمك بقوة على مستوى الامور المالية فممكن الفترة هاي تحسن وضع مالي او انك تهتم ببعض المسائل المالية او تحصل على مكاسب مالية او تحل وضع مالي شوي كان مربك بالفترة الماضية ممكن تحصل على دعم أو هبات أو بعض المبالغ اللي بتجيك عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هدايا يعني الفترة هاي نشاط مالي عالي جدا وكله بشكل إيجابي أهم شيء أنك تتحرك وتستغل الفرص وتحاول أنك تبحث عن الأشياء اللي تدعمك ماليا أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا بنحكي إحنا قاعدين عن عطارد وعن الشمس الاثنين موجودين منهم واحد بشكل زاوية سلبية وواحد منهم بشكل زاوية ايجابية فعشان هيك الاوضاع بتكون متقلبة على مستوى اتصالاتك وحواراتك ونقاشاتك وامتحاناتك والتسويق والتجارة فهاي الفترة طبعا هذا البيت الثالث له علاقة بهاي الامور كلها فبتلاقي فترة عندك رغبة جامحة بالاتصالات والمواصلات وبدك تتصل مع الاشخاص وتلتقي اشخاص وتتحاور مع اشخاص وفجأة بصير عندك سلبية في الأمور هاي بدك تمت... تبتعد عن الأضواء ما بدك تحكي مع حد ما بدك ترد على التليفون ما بدك تتجاوب مع حد هذا طبعا نوع من أنواع التقلبات بسبب الكوكبين اللي بتعارض مع بعض بإيجابية وسلبية في منك رح يبرع بعملية التسويق أو تسويق لسلعة معينة أو مناقشات أو دراسة أو دورة في أمر معين أو تنقلات وفي منكم ممكن يهتم بموضوع العلاقة بسيارة أو تليفون جديد أو شراء أشياء لها علاقة بهذا الموضوع أو صيانة وتصليح لبعض هاي الأمور في منكم رح يكون تعامل مباشر ما بينه وبين أخ أو جار إما يدعمه أو حل لمشكلة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا بنحكي عن الجدي الجدي اللي موجود فيه ثلاث كواكب كبيرة وبتتراجع وبرضه منتحس شوي إلها علاقة بالمشتري زحل بلوتو وبشكله برضه زاوية تربيع كلهم مع المريخ فعشان هيك تحدث مفاجآت على الوضع المالي أو على أمور مالية مشتركة ممكن مطالبات مالية ممكن محاسبة مالية ممكن انتقاد مالي ممكن تتعركس بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو تتعرض لنوع من أنواع النصب أو الاحتيال أو حد يستغلك ماليا أهم شيء بالفترة هاي لا تكفل حد ولا تضمن حد ولا تداين حد لأن الأجواء مش مساعدة وبرضو بدك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت العاشر فهو أنا عندك نبتون نبتون بعطيك خيال بعطيك نوع من أنواع أنك تشطح كثير في خيالك وتفكيراتك وخصوصًا في أمور إلها علاقة بالمجازفات والمغامرات اللي ممكن منها تظهر بعض الأمور اللي تهدد سمعتك أو تظهر بعض المشاكل اللي تأثر على السمعة عندك أو اتهامات حاول قدر الإمكان إنك تدافع عن سمعتك وتحميها فما تخالف ولا تجازف وخصوصًا مخالفة القوانين وما تدخل بأعمال مشبوهة بالفترة هاي برضو بتظهر بعض المتاعب اللي إلها علاقة بالعمل أو وسواس من أحد زملائك في العمل أو حدية بالطباع أو بتشعر إنهم بتآمروا عليك في مكان العمل برضو بدك تكون منتبه لهاي النقاط أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بنحكي عن المريخ اللي بيدفعك بشكل قوي بعلاقاتك وأصدقائك وزياراتك واتصالاتك وممكن يتوجه لك دعوه لحضور حفله او مناسبه او دعوات او تنشط بالامور اللي الها علاقه بالاصدقاء بالفتره هاي ولكن ممكن انه في لحظه تثور عصبيتك او تستاء من تصرف احد الاصحاب فتمتنع عن مناقشه او مقابله اي حد او انك تتلاقى مع الاصدقاء وتعتزل على في مكانك او تبعد عن الاضواء بشكل مفاجئ. اما بالنسبه لبيتك 12 فطبعا هنا بنحكي عن بيت المتاعب وبما انه اورانوس بده يتراجع فهذا راح يخلي بعض الاشخاص يتمردوا عليك او ينقلبوا عليك او يتصرفوا تصرفات تاذيك فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي التقلبات وخصوصا الاشخاص اللي حواليك مقربين لك يعني حاول تمسك اعصابك ما يكون لك ردات فعل سلبيه وما تتهور بدخول اماكن مش يعني مشتعله او محتده او فيها نوع من انواع المشاكل بالفتره القادمه بدك تحذر من بعض المشاكل اللي ممكن تصير على مستوى العمل او على مستوى الصحه تظهر بعض الاشياء المفاجئه والمربكه. وصلنا للتوقعات الاسبوعيه طبعا الاسبوع هاد راح يكون في نوع من انواع الايجابيه والتميز اللي تحميك من بعض النقاط اللي احنا حكيناها لانه القمر من عصر امس الاربعاء صار موجود عندكم فكل الضغوطات اللي شعرتوا فيها بالفتره الاسبوع الماضي الاسبوع هاد بتخف عليكم تدريجيا وتعطيكم طاقات قويه جدا بتساعدكم وخصوصا انه القمر موجود عندكم بالجوزاء وراح يضل لغايه منتصف ليل الجمعه على السبت عشان هيك بتكونوا انتم قادرين على مواجهه مشاغلكم وانجاز الكثير من اعمالكم بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات اهم شيء انك تكون اكثر جديه وموضوعيه في تنظيم امورك حدد اهدافك واولوياتك باستطاعتك استعاده الموقع وانجاز الكثير من منتصف ليل الجمعه على السبت القمر بصير موجود بالسرطان حتى صباح يوم الاثنين بتكون الفترة هاي فيها فرص لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أهم شيء انكم تخففوا من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوية ما كنت تحلم فيها بالفترة الماضية هاي الفترة بتفتح أمامك أبواب للحوار والنقاش البناء بتبرر عن مواقفك بوضوح من أي سوء تفاهم من صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود بالأسد حتى صباح يوم الأربعاء تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بالفترة هاي بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر الزيارات وعد عندك بشكل كبير من صباح يوم الأربعاء القمر بصير موجود بالعذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعر ببعض الحزن والتعب وبتبحث عن ملاذ آمن أهم أنك ما تنتقد أقرب الناس إليك هاي الفتره بتلمس نوع من انواع التوتر على صعيد العائله بسبب كثره الضغوط او الامور الطارئه او امور لها علاقه بقلق على احد افراد العائله من ساعات ظهر يوم الجمعه القمر بصير موجود في الميزان تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقه معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهم شيء انك تلطف الاجواء الاجواء واعده بالعلاقات او واعده باعاده العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقه او كانت مستحيله بالفتره الماضيه الفتره هاي عاطفيه بشكل كبير وقوي جدا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء